مرض ارتفاع الضغط الشرياني بيان ليبرتونسيون ارتيريال، ما يعرف بالعاميه لا طونسيون، هو واحد المرض اللي كتعاني منه واحد الشريحه مهمه ديال المغاربه، واللي مع اقتراب حلول شهر رمضان غالبا ما تيتم طرح تساؤل واش هاد الناس ممكن لها تصوم ولا لا. الوغ الجواب هو نعم، ممكن ان الناس اللي كتعاني من ارتفاع الضغط الشرياني ولا لا طونسيون انها تصوم بشكل عادي كباقي الناس، الوغ شريطه ان هاد لا طونسيون تكون اكيليبغ، يعني تكون متوازنه ونكونوا وصلنا لي زوبجيكتيف ثيرابوتيك ديالنا مع الطبيب المعالج. وشريطه ايضا ان هاد الناس هادو يحترموا الاخذ ديال الادويه ديالهم بشكل منتظم وبشكل مقنن. والحمد لله دابا الادويه اللي تنعطيو هي غالبا ما كتخذ مره واحده في النهار، لانها كتكون المفعول ديالها طويل وكي الكوفر 24 ساعه كاملها، سيتادير ان الناس ممكن تاخذوا مره واحده في النهار. بالإضافة إلى ذلك أنهم خصهم يلتزموا بالحمية ديالهم اللي غالبا ما تنصحوا بها بشكل متوازن وكتمشي بالتوازي مع الدواء اللي تياخذوا المريض. الشيء اللي تيمكن الأغلبية ديال الناس أنهم يتنساوه في هذا الشهر هذا، نظرا للنمط ديال الأكل والتغيرات ديال عادات الأكل اللي كتوقع في هذا الشهر، بحيث كنشوفوا بأن الطبلة ديال الفطور غالبا ما تتكون فيها بزاف ديال الشهيوات وتيكونوا فيها بعض الاكل اللي تيكون غني بالملح، الشيء اللي من كيقدر يتسبب في اختلال هذاك التوازن اللي كنوصلوا له، واللي بون كيكون الطبيب بدل هو والمريض مجهود باش يوصلوا ليه. الوغ الجواب كما قلنا ايه، ممكن اللي يصوم بحال الناس العاديين ويردوا البال بيان سور هاد الناس هادو في حاله حدوث اي اعراض، مثلا دوخه، عياء حاد، ضبابه في العينين، طنين الاذنين، اليد كتقال، الرجل كيتقال، الهضره كتقال، هنا كيخصهم يتوانوا شيء انهم يتهاونوا انهم يمشيو لعند الطبيب المعالج ديالهم بشكل مستعجل، واللي هو غادي يقوم بالفحص ديالو والتقييم ديال الحاله ديال الشخص، وغالبا دونك غادي يحدد سواء الشخص ممكن انه يكمل الصيام ديالو او لا يقطعوا ريتما اننا نضبطوا الامور.